السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع اسمه بيلد موست، ده عبارة عن الناس اللي عايز تشتغل فريلانسر، ده بيوفر لهم مشاريع كتيرة مطلوبة. ده موقع دولي فيه البياعين والمشتريين والمصممين، فيه تقريبا 200,000 صاحب مشروع. الناس بتطلب حاجات خاصة بالديكور الداخلي، حاجات تطلب تصميم داخلي المباني، لاندسكيب، تصميم هياكل فولاذية، حاجات ريفيت، فيه ستون تايلز، باثروم. فالموقع من الموقع الممتاز وموقع مجاني حتى الآن، معرفش المستقبل هيبقى عامل ازاي. تقدر ان انت تسجل فيه سواء انت عايز خدمة او عايز تقدم انت الخدمة، فتقدر تلاقي فيها الحاجات ديت. تقدر تسطب بالتطبيق من جوجل بلاي او ايفون من اب ستور، وتقدر ان انت بقى تقدم على المشاريع. لو انت عندك فيه مشروع مثلا حاسس ان انت تقدر ان تعمله بشكل حلو، فتقدر انت من خلال الموقع دوت تقدم الشغل بتاعك كشغل فريلانسر. اتمنى يعجبكم، لو عندكم موقع حلو يا ريت تكتبوا لنا برضو في الكومنتات، ونشوفكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم.